أولاً، قم بإزالة لوحة الإبرة. قم بتحريك الجزء البلاستيكي نحوك لفصله، ثم أخرج المكوّر. قم بفك البراغي. من الصعب استخدام مفك بريغي عادي هنا، حيث يمكن لشيء مسطح وقصير مثل العملة المعدنية أن يقوم بالمهمة. ارفعه لإزالة الجزء المعدني. أخرج علبة المكوّر. هناك الكثير من الغبار هنا، لقد رأيت ما هو أسوأ. استخدمي فرشاة صغيرة لتنظيف الغبار، سوف تلتصق بالفرشات. لا أنصح باستخدام الهواء المضغوط هنا، لأنه قد يؤدي إلى نفخ الغبار في المناطق التي يصعب الوصول إليها. كل شيء نظيف. الآن حان الوقت لإعادة التجميع. قم بتحريك علبة المكوك مرة أخرى إلى الداخل، ثم ضع اللوحة المعدنية، ثم قم بتثبيت البراغي. والخطوة الأخيرة هي إعادة توصيل اللوحة البلاستيكية. ها نحن ذا، كل شيء جاهز.